الرئيس السيسي يواجه المحافظين الجدد بالتواصل المستمر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم. مجلس الوزراء ينفي تراجع الحكومة عن إعادة أهالي ماسبيرو للمنطقة بعد تطويرها. الحكومة تنفي شائعة غلق شركتي قها وإدفينا وتسريح العاملين بها. الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم على تلفزيون النهار، أهلا بكم. وجه الرئيس السيسي المحافظين الجدد بالتواصل المستمر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بمجلس المحافظين. واستعرض المجلس التكليفات الصادرة من الرئيس السيسي للمحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية منذ أيام. ووجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة إحداث نقلة نوعية في مجال منظومة النظافة من خلال منظومة مؤقتة للنظافة ولحين إقرار منظومة النظافة الدائمة. وكذا المتابعة المستمرة على مدار اليوم من موظفي المحليات، كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة متابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية. كما أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تطوير ودعم دور مكاتب الشكاوى بالمحافظات لتلعب دورا هاما خلال المرحلة المقبلة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول تراجع الحكومة عن إعادة أهالي ماسبيرو للمنطقة بعد تطويرها. وأوضحت وزارة الإسكان أن الخبر غير صحيح، وأنها سوف تعيد السكان الذين اختاروا العودة للمنطقة عقب الانتهاء من بناء وحداتهم السكنية، حيث تقرر تخصيص جزء من المباني السكنية للسكان الذين رفضوا الانتقال إلى مدن جديدة أو التعويض المادي. نفى مجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول غلق شركتي قها وإدفينا وتسريح العاملين بها. وأوضحت وزارة التموين أن الشائعة غير صحيحة، وأن هناك استراتيجية لتطوير هذه الشركات التابعة للشركة القابضة الغذائية ومنها شركات قها وإدفينا بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي الدولية وزيادة قدرته التنافسية دون الاستغناء عن أي من العاملين والحرص على تحسين أوضاعهم ورفع كفاءاتهم. قامت وزارة الداخلية بتفعيل مبادرة كلنا واحد لبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بجميع المحافظات. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. كل اللي يحب بلد وبلد بتحبه كده، عايش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. عبر 665 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، تواصل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية فعالياتها في توفير السلع الاستراتيجية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة. المرحلة العاشرة من المبادرة التي أطلقت وزارة الداخلية قطارها تصل نسبة التخفيضات فيها لبعض المنتجات إلى 50%. السلاسل المشتركة في المبادرة بدأت تجبر السلاسل اللي حوالينا، وده بالفعل حصل النهاردة، إن هي تجبر السلاسل كلها إن هي تخفض الأسعار. فرق الأسعار واضح في اللحوم والدجاج والخضار. في أماكن ظاهرة وضعت الأسعار على المنتجات التي تشملها المبادرة، وازدحمت أرفف أفرع السلاسل التجارية بالمحافظات بالمنتجات ذات الجودة العالية، بينما أقبل المواطنون على الشراء بكثافة. نزلنا النهاردة وفعلا لقينا الأسعار منخفضة، ويا ريت المحلات كلها بره تبقى كده. أتمنى والله موضوع الأسعار ده والمواطنة دي تمتد على طول وجميع الأماكن تبقى كده. وللتيسير على المواطنين في الوصول إلى أفرع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، أتاحت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي أسماء وأماكن السلاسل المشاركة فيها. كما تم توجيه منافذ متنقلة إلى الأحياء والميادين محملة بكافة أنواع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن. بالتوازي معها أقيمت شوادر بالتنسيق مع كبار تجار الجملة لعرض السلع الاستراتيجية بجودة عالية، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء. إلى هنا ينتهي موجزنا الإخباري لهذه الساعة. أشكر لحضراتكم كرم المتابعة، إلى اللقاء.